دكتور أنا بعرف إنك مزعوج مني كتير، بس خليني فهمك شو صار. أليس خيبتي أملي فيكي بعد اللي عملتي، كنت مفكرك بنت واعي وناضجة، بس للأسف دكتور بكري أمك قالت لي أليس بنت واعي وما رح تساوي لك مشاكل أبدا، وأنت بتعرفي قواعد بيتنا من لما دخلتي عليه، وإذا تكرر هالتصرف مرة تانية يا أليس وقتها عن جد لا تلوميني على شيء. تفضلي اركبي. غير مجدي طمشني. صباح الخير. صباح الخير. كيفك اليوم؟ منيحة وانت؟ أنا تمام. مستني حدا؟ ايه على أساس شوف مروة هلا. مروة مبين عليها بنت طيبة كتير مو هيك؟ ايه وهي فعلا هيك. الدكتور بكري عصب عليكم مبارح؟ هالموضوع فينا ننساه؟ بعتذر أنا، بس كان بودي أعتذر منك لأنه الحق علي بكل شي صار. مو مشكلة سميح. طيب عن إذنك إجت مروة وبدي أروح لعندها. ماشي يلا بخاطرك. بالسلامة كزامة بس حلوة، مرجوعك لعندي يا قطة والأيام جاية. مجد مجد وقف دقيقة بس. مجد مجد استنى. شو بدك مني؟ انت ليش عم تهرب من وشي؟ قلي عم اهرب؟ مو صحيح، ليش لعمل هيك؟ بعرف انك زعلان مني، بس كانوا رح يستلموني لو ما رحت معه، رح يقولوا عني جبانة. شو ما كان رأيهم فيكي من المفروض ما كتير يهمك، هيك توقعت. مو هيك حسبتها أليس، قلتلك لا تقبلي بس انت ما سمعتي. والله مو بإيدي مجد، انا كل شي حسبته. أليس يعني انت ما حسيتي انه القصة ما أنا مجرد لعبة؟ كيف يعني؟ الشغلة واضحة يا أليس، الكازانوفا سميح حطك بالميزان وأثبت للكل إنك خفيفة. مجد مجد استنى خليني اشرح لك. شو اللي بدك تشرح لي؟ انه اختفيتي مع واحد حقير وكانت تليفوناتكم مسكرة؟ ما في شيء يشرح منه. انا ما عم بفهمك يا مجد، انت شو اللي بتقصده؟ معقول انت كمان ما بتثق فيني؟ انا فيكي بوثق، بس انا ابدا ما بوثق في واحد مثل سميح. كلامي مفهوم ولا عدلي؟ أصلاً الحكي معك خسارة. أنا ما خلصت كلامي، استنى لا تروح، لو سمحت اسمعني بس. أليس فهميني، صار شي بيناتكم؟ كيف؟ هالشخص اللي اسمه سميح حاول يعمل لك شي ولا يلمسك؟ جاوبيني على سؤالي لو سمحتي. مجد مو معقولة تفكر بهالطريقة هاي. طالما عملتي هيك مبارح فكل شي بيصير معقول، جاوبيني لو سمحتي. مجد حتى ما عم تقدري تجاوبي، الحق علي أنا. مجد خلص، أنت حاسس شو عم تعمل فيني بتصرفك هاد؟ أليس جاوبيني، سميح لمسك ولا لا؟ سؤالك هذا ما رح جاوبك عليه، أنت عم تظلمني. خوفك ما هيك؟ بشو خوفك؟ قليلي بشو خوفك حتى ما عم تسترجي تقولي لحدا؟ مجد انت يعني ما بتعرفني؟ يعني معقولة تروحي هيك مشوار لحالكن وما يحاول معك؟ انا بعرفه منيح، هلا رح روح وعرفه قيمته. انت حاطط راسك براسه لسميح لدرجة انك ما عم تسمعني على قد مو مقهور منه. انا مو مقهور منه بس شكله اثر عليكي وحتى صرتي المحامية تبعه. اللي مجد شو بدك توصل؟ أليس جاوبيني على سؤالي بالاول. طبعا مثل ما بيقول المثل، يا داخل بين البصلة وقشرتها ما بينوبها غير ريحتها. إذا أنت طول هالوقت ما عرفت مين هي أليس، معناتها أنت ما وثقت فيني، لهيك ما رح جاوبك لو شو ما صار. أوكي أنا مقهورة، ما حدا بيعرف اللي عم حسه ولا اللي عم عيشه، وإذا أنت بدك تكون مثل البقية ما بقى لوم أي حدا منه، وإذا ما بدك تصدقني هاي مو مشكلتي.